يقول: عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغا من النقود، مثلا 20,000 شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئا، فهل هذا جائز أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابلة نكاحها، هذا إنما يكون ملكا للزوج بقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئا، لا الأب ولا غيره. ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحدا من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج. وكذلك أيضا إذا تم العقد واستلمت المرأة نصيبها واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئا فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبي. وأما جعل هذا شرطا عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو أخيها أو من يتولى عقدها